أولى زخات مطرها. العاصمة بغداد تدخل الإنذار الخدمي بعد أن تعرضت معظم مناطقها إلى الغرق وشل الحركة التجارية، ليصل مدى المشكلة الخدمية داخل المركبات والمنازل التي تعرضت إلى الغرق وتلف الأثاث. أنا ما راح أشوفكم الشارع، راح أشوفكم السيارة شلون غرقانة، وعلى الماي اللي صعد بالسيارة ضاعوا. استنفار لمختلف التشكيلات الخدمية والأمنية لتقديم الدعم واحتواء الأزمة أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وبعد ليلة ماطرة يصحو البغداديون على جفاف المياه من الطرقات، لكنها لم تؤتي أكلها بما يطمحون له من معالجة للبنى التحتية. احنا نعوف زخة المطر نرجع اللي ورا، احترامي للبرلمانيين والمسؤولين. يعني هو هسه احنا باب الشرجي يفلش لي رصيف ويترك بناء مدرسة، يفلش لي رصيف ويرجع يبني نفس الرصيف والمجاري مالته، هو مسؤول عن نفسه. أبو الأمانة مسؤول عن الرصيف ومسؤول عن المجاري. بغداد العاصمة تحمل تركة ثقيلة تركتها الحكومات السابقة وأنتجت ردود أفعال شعبية غاضبة، ناشدت رئيس وزرائها الكاظمي انتشالها من واقعها المزري على حد تعبيرها. هاي الأمور كلها، هاي الخدمات الميت ما تتحمل هاي الحكومة. ترى الحكومات السابقة وين كانت؟ وين كانت الحكومات السابقة من هاي الوضع، من هذا الوضع المزري؟ الشعور بالمسؤولية واحترام القوانين والانتماء للوطن ركيزة أساسية لتقدم البلدان ومواكبة الحداثة على مختلف الأصعدة، وتكاتف المواطن والمسؤول يوازن طرفي المعادلة في رسم خريطة المستقبل، وفقدان إحداهما لن يحقق المبتغى. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.